يمكن زي ما تابعنا في أول أخبارنا في الفقرة النهاردة أو في الحلقة النهاردة، كان اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع يعني عدد من المعنيين بملف الطاقة الجديدة والمتجددة خارجين، وكمان كان في توجيهات رئاسية مهمة بتتعلق بتقديم كل التسهيلات اللازمة للإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة الخاصة بالطاقة الخضراء والاستفادة كمان من الخبرات العالمية المتطورة في هذا المجال تحديدا، وده في إطار الاستراتيجية الوطنية اللي بتستهدف لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة أيضا من ثروات مصر الطبيعية. خلونا نقف تحديدا عند هذه التوجيهات ونبتدي اللي احنا نناقشها باستفاضة أكتر من خلال الدكتور عادل بشارة خبير الطاقة المتجددة وتغير المناخ اللي مشرفنا في الاستوديو. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذه بسنت. صباح الخير استاذ احمد. اهلا بيك دكتور. يمكن امبارح كان في اجتماع هام للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الاجتماع تم مناقشه سبل التعاون المشتركه مع شركات رائده في مجال الطاقه الجديده والمتجدده. كخبير في هذا الملف تابعت ذلك الاجتماع ازاي والتوجهات اللي خرجت منه؟ طب اسمحوا لي بس في البدايه الاول، لان النهارده الحقيقه في مناسبه مهمه قوي، وهي مناسبة رأس السنة المصرية القديمة. أنا عارف أن أنتم يمكن تناولتوا بعض الأخبار زين عنها تقرير النهاردة أو لسه عندكم تقرير عن هذا الأمر، فاسمحوا لي بس أهنئ كل المصريين برأس السنة المصرية رقم 6264. هو بس الناس بتستغرب شوية من الرقم، لكن هو الفكرة أنه هو ده التاريخ اللي ابتدوا فيه هذا التقويم، لكن الحضارة المصرية سابقة، لأن احنا دايما بنقول حضارة 7000 سنة. صحيح. هي 7000 سنة وأكتر. وبالدليل على أنه هم لما عملوا هذا التقويم كان في حضارة سابقة، والحضارة دي هي اللي عملت التقويم ده وعملت دراسات وعملت حاجات مختلفة. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. الحاجة التانية بس أنه في نفس التوقيت ده هو أيضا رأس السنة القبطية رقم 1739، فكل سنة أيضا والإخوة المسيحيين بخير طبعا. مصر بخير. نرجع لسؤال حضرتك. بالتأكيد طبعا، أولا احنا لازم نقول حاجة في البداية. مصر حققت طفرة مهمة جدا 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 في موضوع الطاقة الحقيقة بعد تولي السيد الرئيس لأمور البلد. كلنا عارفين طبعا المشكلة اللي كانت موجودة في بعد ثورة 2011 وخلال الفترة اللي كانت حكم الدكتور محمد مرسي، إنما بعد كده بدأنا نحل مشاكل الكهرباء، وطبعا كان في مجهود الحقيقة عظيم مع من الدكتور شاكر أيضا مع سيادة الرئيس ومع كل المجموعة اللي بتشتغل في قطاع الكهرباء. ولما بدأنا نحل ونتنفس شوية بدأنا نبص لقدام. فبدأ فكر السيد الرئيس انه يحول مصر، لان احنا مصادر الطاقة التقليدية اللي عندنا مصادر كانت محدودة. صحيح. لانه احنا البترول تقريبا استهلكناه كله، وبنستهلك كل اللي طالع دلوقتي، وبنستورد جزء عشان نكمل بيه حاجتنا من البترول. يبقى البترول ومنتجات البترول خلاص بقينا عارفين موقفها. كان موقف الغاز شوية ما هوش واضح، لانه احنا الحقيقة كان عندنا غاز، وكان عندنا إحساس إن الغاز أكثر من طاقة استهلاكنا، فكنا بنفكر دايما في التصدير، ويمكن شوية استنفذنا الغاز اللي كان موجود إنلاند جوه البلد، وبدأنا النهاردة نخرج إلى الحدود المائية، ودي ميزة ترسيم الحدود. بدأنا نبص على، عشان كده طلع حقل ظهر وهيطلع حاجات تاني في البحر الأحمر وخلافه. يمكن عظمنا الاستفادة كمان من الغاز اللي موجود، زي محطة سيمنز الخاصة بالغاز اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها. مظبوط. هو طبعا احنا لومة ان احنا عندنا هذا الغاز ما كناش نقدر نعمل المحطات دي، وهم على فكرة ثلاث محطات متماثلة، يعني الحقيقة نعملوا وفر في وسائل توليد الكهرباء في مصر هيريحنا لمدة 10-15 سنة جايين. وده اللي بيخلينا دلوقتي بقينا نبص للتحسين في البنية التحتية لمنظومة الكهرباء. يعني احنا بنتكلم عن انه دول العالم كله استهلكت، يعني واحنا كمان استهلكنا بترول واستهلكنا غاز واستهلكنا هذه الطاقات المختلفة، وبالتالي
بسبب الحاجات دي حصل حاجة اسمها تغير المناخ اللي احنا بنعاني منها النهاردة، فاتجهنا لحاجة مختلفة وهي الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء. فاحنا بنسمع المصطلح ده كتير في الفترة اللي فاتت، لكن في الحقيقة احنا يمكن محتاجين نعرف تعريف اكتر عنها. يعني ايه طاقة خضراء وليه في توجه عالمي في نشر استخدامات الطاقة المتجددة؟ هو طبعا حضرتك عندك حق انه تغير المناخ دلوقتي والاثار الضاره المدمره اللي باينه دلوقتي في كل العالم، حتى في المنطقه بتاعتنا في بلدنا، للاثار السلبيه لتغير المناخ، خلى الناس كلها تفكر في مساله تخفيض انبعاثات الكربون اللي بتطلع من الطاقات التقليديه، وبالتالي لازم نلجا الى نوع طاقه نظيف، نوع طاقه لا يصدر عنه انبعاثات ضاره بالكون. فهو ده اللي خلانا نتجه الى الطاقات النظيفه اللي سميناها طاقات جديده، لانها نوع جديد من الطاقه بدانا نستغله. الطاقه الشمسيه ما كانتش مستغله قبل كده غير في حدود ضيقه جدا، وكانت هي مركبات الفضاء فقط في السنوات يعني قبل 50 سنه مثلا من دلوقتي. وبالتالي بقى نوع جديد من الطاقه. مراوح الرياح كانت موجوده زمان وكلنا كنا بنشوفها على الساحل الشمالي، المراوح الصغيره دي اللي كانت بتشغل طرمبات ميه للري او الشرب. دلوقتي بقينا عندنا مزارع رياح بقى على البحر الاحمر. يعني عايز اقول كل الطاقات دي عشان كده سميناها طاقات جديده. كلمه متجدده بقى لان هي طول ما في حياه في شمس، طول ما في حياه على الارض في رياح، طول ما في حياه على الارض في مطر، عشان كده في طاقه هيدروليكيه زي السد يعني. العالي ما بتخلصش. كويس، علشان كده بقى اسمها طاقه متجدده، عكس الطاقات اللي موجودة ومخزونة تحت سطح الأرض. هي طاقة مخزونة، أي حاجة حضرتك هتاخد منها مع الوقت هتنضب، عشان كده احنا بنسميها الطاقة الناضبة depleted. ليه؟ لأن احنا كل ما بنستنفذ منها رصيدها بيخلص. فبدأنا دلوقتي الأرصدة تقل شوية من الطاقات المخزونة تحت بطن الأرض، واحنا دايما بنبص لقدام علشان نشوف احنا هنقدر نوفر طاقه للاجيال القادمه ولا لا. صحيح. عشان هم كمان من حقهم يعيشوا الحياه بنفس المستوى اللي احنا عايشينه واكتر. علشان كده بدانا ندرس هو ميزان توريد الطاقه في العالم كله بقى شكله ايه، وايضا مدار هذه المصادر على البيئه وعلى المناخ. ومن هنا بدانا نفكر بقى في مساله ارتباط الطاقه النظيفه باللون الأخضر، لأنه إحنا عارفين إن الشجر بيعمل عملية تمثيل ضوئي، بيمتص ثاني أكسيد الكربون، يعني بينظف الطبيعة من ثاني أكسيد الكربون ويطلع لنا أكسجين. فالطاقة النظيفة هي نفس الفكر، الطاقة النظيفة لا تصدر ثاني أكسيد الكربون لكن بتولد لك طاقة تشغل بها كل الأنظمة الاقتصادية وكل ما هو لازم للتطوير والتنمية. طب فأصبحت طاقة بنسميها طاقة خضراء. فهي الطاقة المتجددة، الطاقة النظيفة، الطاقة الخضراء، كلهم بيعبروا عن مصادر الطاقة المتجددة اللي مصر بتنعم الحمد لله بوفرة في هذه المصادر. طيب دكتور عدنان، خليني أسأل حضرتك، هل مصر مؤهلة كونها تكون يعني أحد المراكز العالمية لإنتاج الطاقة الخضراء؟ مفيش، أنا بتكلم بقى هيدروجين أخضر، بتكلم كل أنواع الطاقة الخضراء بشكل عام. طيب خليني بس يعني أنا بس عايز، عشان الهيدروجين الأخضر بقى إيشو أو بقى أمر مطروح بكثرة في السياسة، خلينا نعرفه الأول بصراحة وفي الإعلام. فخلينا نبسط الأول المعنى ونفرق ما بين هو الهيدروجين الأخضر هو مصدر طاقة ولا منتج طاقوي أستخدمه لتحويله إلى صورة أخرى من الطاقة. كويس؟ البترول هو مصدر طاقة لأن البترول الطبيعي بيدي طاقة موجود على طول تحت الأرض، أقدر أخده أدخله معامل التكرير وأطلع منه منتجات زي البنزين اللي حضرتك بتستخدمه في عربيتك أو البنزين اللي أنا بستخدمه في الطيارة. صحيح. كويس. انما الكهرباء هي طاقه، لكنها طاقه ناتجه من مصادر طبيعيه، عشان كده بنسميها صور الطاقه التجاريه غير صور الطاقه الطبيعيه. الطبيعيه الغاز الطبيعي موجود تحت الارض، البترول موجود تحت الارض، الشمس حراره الشمس واشعتها موجوده في الطبيعه، الرياح
موجودة في المياه. الطبيعة، المطر موجود في الطبيعة، كل دي مصادر بنسميها المصادر الطبيعية. هذه المصادر الطبيعية يمكن تحويلها إلى صور طاقة يمكن استخدامها ونقلها وتخزينها وغيرها. فزي ما بقدر أحول الطاقة الشمسية إلى كهرباء، أو أحول البترول إلى كهرباء، أو الغاز الطبيعي إلى كهرباء، بقدر أحول هذه المصادر إلى هيدروجين. بس الهيدروجين ميزته عن الكهرباء إنه يمكن تخزينه. أقدر أعمل خزانات كبيرة قوي، أحلل بيها، أخذ الكهرباء اللي طالعة من أي مصدر، أحلل بيه المية، أطلع منها هيدروجين وأكسجين اللي هم المكونين الأساسيين للمية. كويس؟ أخذ الهيدروجين أضغطه وأسيله وأحطه في خزان. أقدر أستخدمه وقت ما أنا عايز. بس ده كده تكلفته تبقى أعلى. معلش يا فندم، بس هو الحقيقة البديل إيه؟ إن أنا أخذ كهرباء وأخزنها في بطاريات زي بطارية عربية سيادتك، أو البطاريات اللي بتستخدم في مشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة، علشان الشمس بالنهار، لكن أنا محتاج كهرباء بالليل، فالكهرباء تخزينها صعب. فأصبح حلول البدائل للتخزين منها الهيدروجين الأخضر. وكلمة هيدروجين أخضر جاية منين؟ لأنه لا يسبب انبعاثات أعتقد. يعني هي طبعاً كلام حضرتك مظبوط، لكن هو الفكرة إنه أصلاً أنا بستخدم إيه عشان أطلع هيدروجين؟ بستخدم كهرباء عشان أحلل المية وأطلع هيدروجين. مصدر الكهرباء لو هو من الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء بتطلع هيدروجين اسمه هيدروجين أخضر. يعني كل ما هو منتج من من طاقة نظيفة كهيدروجين بنسميه هيدروجين أخضر. هو فيه هيدروجين مش أخضر؟ أيوة، فيه ألوان أخرى، حتى فيه رمادي وفيه غيره، علشان الكهرباء المستخدمة ليست كهرباء نظيفة. ومن هنا بدأت أهمية مصر في موضوع إنتاج الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر. إحنا عندنا شمس، إحنا بنقع في منطقة في العالم غنية جدا بالإشعاع الشمسي اسمها منطقة الحزام الشمسي. صحيح. ودي ميزة في مصر طبعا. نمرة اتنين، ربنا حبى مصر بأراضي واسعة. نمرة تلاتة، عندنا من المهندسين والفنيين والكوادر اللي يمكن لها أن تستخدم مثل هذه الطاقة. نمرة أربعة، إحنا عندنا خطة متكاملة، بس الحقيقة هي محتاجة شوية تنقيح علشان كل العناصر لازم تجتمع لخدمة الهدف الرئيسي اللي الدولة كلها بتسعى له على رأسها الرئيس. فإحنا ده يمكن لو في مجال نقدر نتكلم فيه. طب دكتور عادل، حضرتك كنت حكيت لنا عن أن البترول بيستخدم في زي الوقود وغيره وغيره، الهيدروجين الأخضر ممكن نستخدمه في إيه ويكون بديل عن إيه كمان؟ الهيدروجين الأخضر أقدر أستخدمه كمنتج وقود يشغل لنا كل حاجة، يحل محل البترول؟ يحل محل البترول ويحل محل حضرتك. الهيدروجين الأخضر ده أقدر أدخله على حاجة اسمها خلايا الوقود فيول سيل، ونحطه في عربية سيادتك يشغلها بدل البنزين. فده هيحل مشاكل كبيرة جدا جدا في قطاع النقل. كويس، لكن الباور بتاعته أعلى بكتير صح؟ أعلى وأخف. أنا عندي الخزان الهيدروجين المضغوط زي فكرة الغاز المضغوط، بس القيمة الحرارية أعلى شوية زي العربيات دلوقتي اللي بتشتغل بالغاز المضغوط. كويس. فهي الفكرة بس كلها إنه مع الوقت أي تكنولوجيا، يعني كان زمان الخلايا الشمسية اللي بتولد الكهرباء غالية جدا. اللوح الشمسية كمان. اللوح الشمسية النهارده عندنا بنبان وعندنا صحيح. كويس، وعندنا على سبيل المثال المحطة بتاعت بنبان اللي في أسوان فيها حوالي 1400 ميجا وات. كويس، ركبة. يعني عايز اقول الخلايا الشمسية شغالة وشغالة زي الفل وبتثبت وجودها ورخيصة. والحقيقة اذا احنا بنتكلم ان التطور التكنولوجي بيقلل التكلفة احيانا. في حاجتين يا فندم، التطور التكنولوجي مش احيانا، دايما بيقلل التكلفة، مفيش شك في هذا. نمرة اثنين، ايضا الماس برودكشن، كمية الانتاج الكمي الكبير، كل ما السوق اتسع كل ما انا بدأت اطلع منتجات بكمية أكبر. كبيرة، كل ما كان تكلفة الوحدة من الانتاج اقل. ومن هنا أصبحت الصين الحقيقة مهيمنة على سوق إنتاج الخلايا الشمسية في العالم. حتى الدول الأوروبية وأمريكا بياخدوا الخام بتاع الخلايا للسيليكا ويجمعها عندهم ويطلعها باسم أمريكا أو أوروبا. وفي الحقيقة أو متقدمين قوي في الشيبس كمان وأي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجي. هل مصر ينفع في يوم من الأيام تصنع محلي يمكن الألواح الشمسية، ألواح الطاقة الشمسية؟
هو حاليا الحقيقه في يعني خلينا نقول تجارب كثيره في مصر لتجميع الخلايا الشمسيه. والحقيقه التجميع ده خطوه مهمه جدا، لانها كمان خطوه لازم تتم تحت سيطره تكنولوجيه عاليه وتحت كواليتي كنترول محترم، لان اي ديفكت في تصنيع او تجميع او لحام الخلايا الصغيره ببعضها في اللوح كلها. الكبير بتبوظ اللوح. فهو الحقيقه عندنا في مصر تجارب ناجحه سواء من القطاع الحكومي او القطاع الخاص، لكن على لازالت على سكيل صغير. والحقيقه ايضا لانها تقنيات التصنيع ما هياش احدث تقنيات، فمساله انها تنافس المنتجات الصينيه الحديثه دلوقتي هي ايضا مساله يعني questionable. انما التفكير دلوقتي في ان احنا ناخد ما هو قائم من تكنولوجيات ونحاول نوطنها في مصر وننتج بكميات كبيره بالشراكه مع من يملك هذه التكنولوجيا. طيب دكتور، خلينا نسال حضرتك كده سريعا، ازاي نقدر ان احنا نتوسع في انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء ايضا؟ هو بس عشان برضو نربط الهيدروجين بالامونيا، هو الامونيا احد المنتجات الرئيسيه مثلا في الاسمده. كويس، والاسمده احنا عارفين انها منتج اساسي للتنميه الزراعيه. ثانيا، الاسمده المصريه بيصدر منها جزء كبير جدا للخارج وهي مورد للعمله الصعبه. فكل ما انا احاول اساعد في توفير امونيا بصوره متوائمه مع الاشتراطات البيئيه، كل ما كان منتجاتي حتى اللي حبيعها في الخارج مقبوله. ومش عايز اقول ان في دول دلوقتي بتشترط انه هذه المنتجات لازم تتم من طاقه خضراء. صحيح. وبالتالي ان انا اخد الهيدروجين الاخضر واخده كخامه اصنع منها الامونيا. احنا في الحقيقه مصر اي مقدور كبير قوي في مجال الطاقه المتجدده، وحضرتك وضحت لنا وشرحت لنا كتير قوي من الحاجات اللي في الحقيقه فيها لبس شويه عندنا احنا كمشاهدين. كل الشكر ليك دكتور عادل بشاره، خبير الطاقه المتجدده وتغير المناخ، على وجودك معانا. شكرا. انا اللي بشكر حضرتك. شكرا ليك دكتور عادل.